دلوقتي هناخد جولة على الطرق اللي اتعملت، وده الحفار لسه شغال في الترعة. طبعا دي الطرق اهي، كده انا ماشي على الطرق اللي اتفردت طفلة. زي ما قلت كل قطعة في المساحة عندنا 13 فدان، وعلى حسب الزوايا هتبقى 13 فدان وكسور، وفي 13 فدان و19 قراط، وفي 13 فدان وخمس قراريط، على كل قطعة على حسب الزوايا بتاعتها. الطريق ده لازالوا شغالين فيه. كده انا بكسر على الطريق التاني. ده الطريق الرئيسي للأرض كلها. ده طريق تاني بيفرق ما بين قطعتين، كل قطعة زي ما قلت 13 فدان وكسور. كده دي مفترق طرق، ده طريق وده كده طريق. ناخد الطريق ده كده لاخره. ده كده مفترق طرق، ده طريق وده طريق. لسه الخطوط البيضاء دي اللي حضراتكم شايفينها، ده طريق لسه هيتشق، ولكن ده المرحلة التانية. احنا كده مشينا في المرحلة الاولى. كده احنا وصلنا عند الترعة اللي هتغذي نص المرحلة الأولى
للمشروع اللي هي كل قطعة فيها مفترض ان هي او هي 13 فدان وكسور زي ما قلت لحضراتكم. طبعا المشروع ما شاء الله يعني لحد دلوقتي التقسيم بتاعه هايل جدا.